هذا اللغط الذي أثاره النشيد الجديد وأحقية موضوع تغييره بالمقارنة مع باقي المشاكل التي يعيشها العراق، هذا اللغط ولد ردود فعل عكسية وصلت إلى استخدام طلاب كلية قسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب بجامعة ذي قار قبل أيام النشيد الوطني القديم في حفل تخرجهم. أسلوب فسره ناشطون على أنه يأتي كمحاولة لإيصال رسالة رفض للمهاترات الحكومية حول مواضيع ثانوية، وبأن هناك قضايا أساسية ومشاكل جمة لم تتطرق الحكومة الحالية بعد إليها. نتابع هذا المقطع ثم ننتقل بكم إلى قضية اليوم التي اخترناها لكم ضمن فقرة آراءكم في فيسبوك. نتابع. Oh,